التراكمات كثيره جدا، لا يمكن لاي شخص يجي يقدر يعدل او يعدل الموضوع او يعالج التراكمات الموجوده على مستوى اسبوعين او 3 اسابيع. تراكمات كثيره جدا في كل الملفات. عندنا مجموعه من الملفات، ملفات التنظيفات، ملفات التجاوزات، ملفات توزيع قطع الاراضي، ملفات الموارد البشريه، ملفات الموارد يعني الاليات، وموارد الماليه ايضا. ملفات جميع الملفات ملفات معقده، مو سهله انه يقدر بسهوله نتعامل معها. لكن اني اقوله، انا من اجيت الاساس العمل يعتمد على الاقسام الخدميه، لاحظت انه الاليات كانت توزيعها بشكل غير صحيح بالقسم الخدمي. بالتالي انا من اريد القسم الخدمي يكون عنده اليات يقدر يتعامل مع الواقع الموجود حاليا الغير مخدوم، البنى التحتيه الضعيفه الموجوده عندنا. اغلب شوارعنا ما بيها مجاري، اغلب شوارعنا ما بيها ارصفه، اغلب شوارعنا نتيجه انه ماكو مجاري ما نقدر نبلطها، ما نقدر نتعامل ويا الوضع الموجود حاليا، ما نقدر نسوي كيربستون. لذلك كنت نتعامل بهاي القضيه.